سيطر المستقبل على اهتمامات شركة جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين، وإليك أهم ما أعلنته جوجل في مؤتمرها للمطورين. أولاً، أندرويد بي. Android P is an important first step. أطلقت جوجل النسخة التجريبية الثانية من نظام تشغيل Android P، وذكرت جوجل أن نظام التشغيل سيكون متاحا لهواتف تركنا لكم أسماءها في الوصف أسفل الفيديو. وقالت الشركة إن النسخة النهائية سيتم إطلاقها في الربع الثالث من العام الجاري، أي بعد حوالي 3 أشهر تقريبا. جوجل قالت إن النظام سيركز على 3 أشياء، وهي الذكاء، البساطة، وتحسين المستوى التقني. وسيقدم ميزة App Actions المستندة على الذكاء الاصطناعي، بحيث تتوقع الحركة التالية لمستخدم التطبيق من خلال دراسة النظام لعادات المستخدم مع مرور الوقت. كما يمكن للمستخدم وضع حالة إثبات للتطبيقات بعد مغادرتها بهدف وقف استهلاكها للبطاريات والبيانات. وهناك تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة حول التكيف مع البطارية، بحيث يتعرف النظام لوحده على حالة البطارية ويقوم بإيقاف أي تطبيقات عند عدم استخدامها. ثانيا، المساعد الصوتي. أضافت جوجل لمساعدها الصوتي تقنيات أعلى بالذكاء الاصطناعي، مثل الاتصال وحجز المواعيد بالنيابة عنك، بالإضافة لستة أصوات جديدة. فمثلا، طلب المسؤول في جوجل على المنصة من المساعد أن يتصل بمطعم ليحجز له موعدا دون أن يدري الموظف أنه يتحدث مع روبوت. ولا داعي بعد الآن لتقول هاي جوجل في كل مرة لكي يستجيب لك المساعد، بل تم تطويره ليعرف أنك تتكلم معه ويجيب على أسئلتك. Welcome to Shoreline Amphitheater. We hope you'll enjoy Google I/O. Back to you, Sundar. وأضافت جوجل ميزة Multiple Actions، وهي ميزة عملية تسمح للمستخدم أن يطلب من المساعد الصوتي عدة طلبات. جعلت مساعد جوجل ينجز عدة أمور معا وضمن جملة واحدة، ولا حاجة لطلب الأوامر بشكل منفرد. ثالثا، مكبر صوت بشاشة. كشفت جوجل عن 3 مكبرات صوت جديدة مرفق معها شاشة، وذلك ضمن المنافسة مع أمازون إيكو. وتعتمد هذه المكبرات على نظام التشغيل أندرويد وتطبيقات مثل يوتيوب مع ميزة يوتيوب تي في، وتدعم كذلك المساعدة الصوتية من جوجل. وتأتي الأجهزة الجديدة بالتعاون مع جي بي إل ولينوفو وألجي. رابعا، ملاحة أكثر ذكاء. قدمت جوجل خدمة ملاحة أكثر تطورا وذكاء من السابق ضمن نظام التشغيل أندرويد بي، ويتميز بالسرعة والبساطة ويتفاعل بالإيماءات. فإذا كنت مثلا من رواد المطاعم، فسوف يقترح عليك مطاعم مشابهة في نفس المنطقة القريبة منك، بالإضافة لإضافة أيقونات بتقنية الواقع المعزز على الشاشة مثل الاتجاهات. خامسا، موقع للذكاء الاصطناعي. كان في السابق هناك موقع جوجل للأبحاث، لكن الشركة طورت الموقع ليصبح باسم مختلف وأكثر شمولية للمساهمة في تطوير تقنيات الواقع المعزز، ويحمل اسم ai.google.com. وقالت الشركة أنها تنوي التركيز على تعزيز الذكاء الاصطناعي في الحوسبة والصحة والتعليم. سادسا، تطبيق جوجل نيوز. ستطلق الشركة الأسبوع القادم تطبيق جوجل نيوز للمتابعة الإخبارية، متوفرا على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس. وقالت جوجل إن التطبيق سيجمع الأخبار من مصادر موثوقة، ولا مكان للأخبار الزائفة عليه كما ذكرت، ويعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لترتيب الأخبار حسب اهتماماتك مع الوقت. Another example of one of our core products which we are redesigning with AI is Gmail. سابعا، تطبيق جيميل. أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة لتطبيق جيميل، والتي تساعد المستخدم على كتابة بريد إلكتروني بشكل أسرع عن طريق التنبؤ بالجملة كاملة. وتعتمد على محرك جوجل للذكاء الاصطناعي، والذي يحلل طريقة كتابة المستخدم والهدف من كتابة البريد ليتنبأ بما يريد إرساله. جوجل تقول إن هذه الميزة ستوفر ساعات طويلة من كتابة نفس الجمل بشكل متكرر. ثامنا، تطبيق جوجل لينس. قامت جوجل بتحديث تطبيق جوجل لينس ليصبح داعما للواقع المعزز بشكل أكبر، فأصبح بإمكان المستخدم نسخ الجمل والكلمات على الورق أو اللوحات الإرشادية من خلال توجيه الكاميرا إليها فقط. كما يمكن للتطبيق التعرف على ما يتم تصويره وتوفير معلومات عنه. كان هذا أبرز ما أعلنته جوجل، وظهر واضحا أن نظرتها للمستقبل هي تقنية الذكاء الاصطناعي. شاركنا أكثر ما أعجبك.